جلس انت دابا العروسه هو العريس. ويلي ويلي العروسه كتوجد الماكياج عاوتاني. ويلي الكوستيم ديال يونس واجد. تقول لنا لا شو تعرى ما بغاناش نزوجو اختو زاز اللوز. جينا لقينا واحد الضيف هنا في الدار اخوتي ما عرفتش غادي تدخل العروسه وغيدخل العريس. اوكي السلام عليكم زازلوس افرتوس، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد ونهار جديد عاوتاني. التحدي اللي عندنا اليوم ونعم سيدي هو كيف ما وعدناكم غنخليو يونس يتزوج. غادي نزوجو ولد يونس اللي في عمره يلاه 5 سنين برانيا اخت مكه. غنستغلوا الفرصه ما حد مكه ما كاينش حيت ما غيوافقش على هذا الزواج. تيقولوا بعد من اختي. دابا يونس بما انه شاف اشكا تزوج عجبو دوك الاجواء قال لك بغيت نعيشهم. داكشي علاش غادي نحاولوا ما امكن نعيشوا دوك الاجواء من جديد عاوتاني مع يونس وغنشوفوا واش غيعجبو الحال. دابا التحدي اللي عندنا هو نفرحوا يونس بعرس عرس اسطوري. وغنشاركوا معكم لحظات وحده وحاجه بحاجه زعما الاستعدادات وداكشي تيسالي العرس. يلا ما تنساوش ديروا لايك اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس وليتس جو نبداو نهارنا عاوتاني. ها هما العرسان جايين ها هما العرسان. المهم كما كتشوفوا دابا باقيين ما لابسينش حوايجهم باقي لابسين حوايج ديال الدار. ياك رانيا واجده العرس مستعده. انت غنديروا لك الحنه وشحال من حاجه اخرى زوينه غتلبسي لا غوفين غنديروا لك اه ديرها غنزيدوا لك شي شويه من الفوق. يونس واجد مستعد اليوم غتلبس واحد اللبسه ما عمرك لبستي بحالها ديال العريس. ياك واجد حشمه العريس حشمه. يلا اش مالك يا هشام انت ندير لك شي عرس عاوتاني. يلا يلا وريونا انا عاوتاني. الواليده شرفتي امي شرفتي. دابا حضرتي العرس اشكا اللي هو ولد بنتك ولد بنتك دابا غادي نحضر ان شاء الله الولد ولدي ولد ولدك اللي هو يونس. المهم ان شاء الله يدوز هذا العرس بخير وعلى خير. امي عندي واحد الفكره بما انك ضيفه عندنا انا في اكادير. انت ماشي ضيفه انت مولات الدار غير زعما جايه عندنا زعما الاكادير. بغيت نديك لواحد البلاصه اللي هي غتاكلي في اشهر المطاعم اللي كاينين في اكادير. ولا خطاك عليا فكره مزيانه. يلا الا عجبتكم الفكره دير الوالده الدوق في اشهر المطاعم اللي كاين في اكادير. ولكن ما تنساش كل واحد فينا غيديها المطعم والمطعم اللي عجبها يعني هذاك اللي داك ليه هو اللي ربح التحدي. بحال دابا ابتسام ما تختار واحد المطعم تمشي تذوقي الماكله ديالو الا عجبك يعني ابتسام اللي ربحات والهام تختار مطعم وهشام يختار مطعم وانا نختار مطعم. طبيعه الحال ما غاديش تعرفي شكون فينا اللي اختار ذاك المطعم. ان شاء الله هذه فكره ديال الفيديو الجاي اللي عجبتكم ديروا لايك. قولوا لهم ماما ديروا لايك كاملين. دابا جينا باش ناخذوا اللبسات اللي غيلبس يونس وراني هيك ابتسام. انت هذه هي السيده اللي كتلبس من عندها ابتسام ديما القفاطنه ديما تشتروها هو الانستغرام ديالها وهي النمره. الا احتاجيتو شي حاجه ودخلوا الانستغرام ديال ابتسام راه تلقاو كلشي معلوم. وي داكشي كي داير عاوتاني بوكس عندكم ابتسام واش نشري هنا المسال عندكم انتيك عاوتاني. ويلي ويلي الحطات عندها ديال البيع وعندها ديال الكرا. ديال البيع وديال الكرا والفصاله كدير حتى الفصال زين. فين جبتي شي الكوستيم ديال يونس هذا؟ ويلي الكوستيم ديال يونس واجد ويلي الهيبه عاوتاني والحمر اولاتي تنشوفوا كيفاش غيجي معايا ياك ابتسام غيجي معاه واعر. خصني نضرب حتى انا شي حطه نورمالمون العرس ديال ولدي خصو يمشي بوكوس ماشي بالشورت ماشي مشكل انتهى لي انا سير لح شراب ريت اخوتي في صباعك الحمد لله زاز اللوز الله يلا حافظين. بلاتي نسولك انت شنو سميتك؟ اسامه. كتقرا مزيان؟ برافو عليك. وانت كتقرا مزيان؟ اهم حاجه هي القرايه. ما تبقاوش تفرجوا ولا تلعبوا تنساو القرايه. العطله لعبوا ولكن القرايه ضروري. برافو عليكم. زاز لوز قناه العزاوي فاميلي احسن قناه مغربيه ناضين. ويلي 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 لا غوف عاوتاني يعني كيفاش غتجي مع رانيا؟ نجوجو منين تنتهناو منه يا بصح نتهناو من دابا نعاودو عاوتاني العرس في الكاميرا. اي اللهم دابا هادشي واعر الله يتهربان غتجي معاها زوينه ان شاء الله. غتجي زوينه حتي زوينه رانيا فوكاس. لقد وجدنا اصغر ماكينه ديال الخياطه في العالم. خدمي يا رانيا خدمي فيها. شنو نقص قداش؟ هذه صوبي بها المنوسات ديالك المونيكات ديالك صوبي لهم الحطات. عرفتي السب واحد الحولي هو ديال العرس. جينا لقينا واحد الضيف هنا في الدار اخوتي ما عرفتش شكون جابو. ضيفه هذه لينا الكلبه ديال زكريا ناني راه كتعرفوه جاو الصاعي وما عندوش في الدار ديال الصاعي صغيره ما عندوش فين يديروها. ما تخافيش شو كتلعب بحجره
كتلعب بحج ماشي ناني سميتها لينا لينا ناني راه سميت مولاها سميت كاعتذروا المهم حنا غادي نحيدوها من هاد البلاصه هادي غادي نربطوها لهيا في الكراج علاش لحقاش هنا فين غنديروا العماريه وغنديروا الجلسه وداك الشيء عاوتاني سير ربطيها لهيا ربطيها لهيا في الكراج وضري فاش شدات معاك السم لينا لينا زوينه ديريها لهيا فهاد سميتو صافي غتولف تعيش معنا هاد ايامات هادي ما حد مولاها كاين هنا في اكادير ياك لينا ولينا باغا تخرج ايه ما تخرج يونس عاد قولها قولها هكا كنربط معاك هكا ربط معاك هكا يلاه يونس دابا غادي تدخل باش تلبس نتايا وراني حتى هي تلبس وتقاد الماكياج وتقاد الشعر عاوتاني زاهية يلاه السيمو يلاه السيمو اجي فين غادي جيب هذا غادي كيجري بحال الحمق يلا هذا هو اللي يكون الكوشه الجلسه خوتي شريناها جات من لندن جابتها واحد النكافه من لندن حطوا الوسط شوف خصنا نقادوا الوسط الدراري ياك الوسط هاك كحس شويه اللور رجعوا اللور رجعوا اللور برافو صافي جاي الوسط هو هذاك جلس انت دابا العروسه هو العريس كيفاش هاك دابا غنحيدوا هذوك الوسايد باش ما يبانش فوتوي وغنديروا لي واحد اللعيبه اللي ناضيه يلا سيشا ماجي فين غادي هذاك راه هو ديال الكوشه خاصك دابا تحطهم فوق باش يبان داكشي بحال ديال العرس التقليدي المغرب هاك يلا غنشوفوا كيفاش غيقادوا هشام قادوا لهم خصنا دابا العماريه دابا طبله جيب طبله غنديروا له واحد البلان ناضي ناري العماريه خوتي كتوجدوا داكشي كامل هذه الجلسه دابا نوجدوا العمار هاك ها انت فهمتي هاد الزواقه تجي هنا ناضي رجع شويه اللور رجع شويه اللور رجعوا اللور شويه زيد 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 مازال زيد مازال صافي هاكا مستيلي دير هادي من هنا ويلي على هشام ويلي على هشام ابداع ويا العمارية جات دا دا الله يبارك لها داتو هادي دابا خصنا ما تحطهاش في الطراب حيت فازقة عرفتي اش غنديرو ليزار خصنا نديرو عليها شي زار كبير باش منين نحطو فيها يونس نحطو فيها رانية تبان عمارية ويلي ويلي زاهية وتا هشام لقينا ليه العروسة الله اشتري الا بغيتو نديرو الا بغيتو نديرو عرس ديال هشام علينا قولوا لنا في الكومنتات غيتزوج بلينا شكا تكسل عجبها عجبتي هشام كرة عجبتيها عرفتي واش شوفك ناني غيطلع الدم وكلا ما تزوجوش ليه بهشام غيولدو بوليسيان وناري العمارية مهرسة الله مشينا فيها عرفتي شكون غيجرب شكون غيجرب العمارية سيمو حيت هو كبير إلا جربها وما طاحتش صافي باش إلا طاحت نعرفها خاسر إلا جربتي يا سيمو العمارية إلا قتلتوني إلا سير لح فوقها ليزار لح فوقها ليزار شد عاون 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 هشام عاون هشام المهم دابا حنا كنبارطاجيو معاكم التحضيرات وكلشي اخوتي ها ايوا يا خواتاتي كيما كتشوفوا دابا كنقال لا ما تخليش الطبله باينه كاع تخليش الطبله كيفاش روتيني اليومي كتفرج فيه ولاش لا السيمو السيمو يلا السيمو حيد صندالتك وتلح حيد صندالتك وتلح عاون شد هشام لا يطيح شد هشام غيطيح هو الهريس يلا هزو ولكن بشويه واحد جوج ثلاثه والسلام على رسول الله إلاج شوية سيدنا محمد الله الجلالي ألفيني ونيا يا للا لا روسة بلا مالية أعريش أش من عروسة المهم مزيانة العمارية هي هذيك مرتاح فيها صافي رانيا غترتاح غنزيدو لها غير شي زواقات اللي لقيناهم صافي باش تولي عمارية بصح ودابا غنشوفوا العروسة العريسة من بعد ما يوجدوا العريسة العروسة العريسة كيفاش ولا ويلي ويلي العروسة كتوجد الماكياج عاوتاني صرعيها صرعيها إلهام تجي العروسة بوكوصة أنا ما بغيتش نبينها لهم ما بغيتش نحرق عليهم فهمتي كتوجد كامل الماكياج داك الشيء يا سلام ومكة وكنوجدوا العرس غنزوجوا أختك دابا بيونس غنزوجوها دابا العرس العرس غنزوج اختك وانت ما كاينش والله الا حضرتي غتقولي لنا لا شو تعرى شو تعرى ما بغاناش نزوج اخته شو تعرى قفي الحال الله يسامح الله يسامح والعلم هادوك الوزير وداك الشيء الشياطين يقادوا الكوشه وقادوا العماريه جدا وغنهزو اختك في العماريه وغنهزوها في العماريه سفيان واش كنت تحس سفيان حد حد شوف سفيان اجي اجي سفيان وتوحشناك سفيان اخيرا بن سفيان اخوتي صافي صافي ما تزوجوش يا اختي صح
واش الكار دابا المهم ماك راه كاين في قلمي اخوتي داكشي علاش طلعينا عليه غنجوج اختو انا عاوتاني على العروسه ماشي عروسه ديال الوزيره المره الثانيه نادا الفوكوسات هي تفوكسات على حساب اليوم النقافه كتقول النقافه على ما النقافه عيب زعما باغي تنوز عليها انت دابا النقافه ديال اليوم صافي قابله تكوني النقافه احسن نقافه في العالم يلا زغرتي سمعوا الزغريته ديال الله يلا صحتك جات معاك النقافه يلا دوزي لهذا الشيء دابا الوقت الحاسم غادي يدخل العروسة وغادي يدخل العريس يلا صلاة السلام على رسول الله إلى الجيلة جاء سيدنا محمد الله ما أجدنا ويلي ويلي راني ياسر راني تبارك الله شحال غزالة عرفتي وشوفكم محمد دابا غيك عادي يا بصح يونس عاوتاني في الكوستيم تلقاي وقف 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 نشوف وقفوا هكاك احسن الله يما خلا داتو داتو الله يما خلاتو داو داو الله يما خلاتو ويلي 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 طاحت العمارية ما غادي يوصل فوكس عاوتاني ورانيا شتي زوين راه هي محسمان ويا مولاي السلطان زينك تشزين لا انا النقافه ها هي النقافه يا رسول الله الى زين الى سيدنا محمد والله ما زال مرت موت العريس اوكي دابا من بعد ما دخلوا العرس حشمان هو اللي حشمان هي يا نعاش الراجل الراجل كيكون حشمان ديما العروسه كتقعات يا الزوان اتجوزت يلا دابا اش غنديروا دابا نديروا داكشي ديال التقاليد زعما فهمتي شنو غنديروا دابا دابا جيبي التمر يعطيها التمر وتعطيه التمر يلا جيبي التمر جيب يا كاين سي اس كيس اقبل الى اقبل لا هشام هيا مرتو راهي هضر مع مرتك هيا راه مبرسطانه كتنبح اختبار الناس عندنا ندي ليه جوج كلاب صغار باش يعطي عليك يلا زيد سلاس لا لا رسول الله الى سيدنا محمد الله يلا شوف اول حاجه هي التمر ياك هاك شد التمره اعطيها لها هي اعطيها لها تاكلها يلا سير اعطيها لي وكلالي فوق يلا سير وكلالي يلا دابا غتعطيها كاس ديال الحليب خصي يشربها شوف هات الكاس وكيعطيها هي تشربها عطيها لي شربها عندك تخوي عندك تخوي يلا دابا رانيا خصها تشرب وياك انا وما درتش هذا الشيء يلا رانيا يلا رانيا يلا رانيا شرب يونس يونس هبط عليه كم هبط عليه كم هبط داري العريس تكرفص يلا عطيه الوزيره قاديه غير شنو النقافه شنو النقافه الحليب الحليب باش نتزوجوا شنو النقافه عطيهم الحليب عطيهم الحليب شنو الحليب العروسه والتمر لا الزيف غا التمر راه غير شرب داك الحليب كيتزوج كيسال العروسه كيسال العروسه العروسه ناضص العروسه في الغداء ما غاتصبح قلت لك الحشمه ها التمر ديال العريس يلا كل التمر ديال عطي عطي النادى عطي النادى النادى راه غتزوجي ياك انت باقا صغيره وتزوجتي يونس انت كتقراي في لا غروند وتزوجتي يلا شوف دابا غادي نحاولوا يوقفوا يلا وقفوا وضروا بهم ضروا بهم باش يشطحوا الوالده مسكينه مريضه الله يشافيها دعيو معاها يلا شد فيها وشطح شد فيها حيد التمر بارك عليكم الماكله صاحبي هاك تاكل يلا شد فيها شد فيها غنيو لهم لا لا عمري لا عمري لا لا ما حافظيش الاغاني ولكن جات لقطه زوين دابا تخيلوا معايا جات وقت العماريه
اول وحده تطلع في العماريه يلا تكلفوا العماريه جيبوا العماريه انت وياه جيبوا دخلوا فيك لاحوك جيبوا العماريه جيبوا العماريه ويلي ويلي صبوا لها هرس الحليب ديال العروسه هزك شي دير الكوزينه هز ماشي ايه الحنه صافي الحنه مشات ضاعت ضاعت ضيع لنا اللقطه ديال الحنه ماشي مشكل ماشي مشكل هزك شي دير الكوزينه صافي اجيب العماريه جيب العماريه زيد 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 حطها بلاصتها حطها بلاصتها يا لالا العروسه في العماريه يا لالا يا لالا يلا الزير رانيا هي الاولى زيد 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 يلا رانيا يلا رانيا يلا رانيا يلا رانيا يلا طلعوا لك بشويه شنو كيقولوا الفينيا وينيا يا لالا لا راسه في العمارية يا لالا شو العريس الفينيا وينيا يا لالا لا راسه في العمارية يا لالا هز الفوق هز الفوق لالا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش ساك الدور ما تخافيش هيا يونس طلع لعمارية يونس قال لك لا هبطوني واه راه من حقها تخاف اصاحبي راه خلعتوها يلاه هبطوا هبطوا العروسة عندكم طيح العروسة والنقافة خدامة هاك هاك ابو محمد شوف 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 اختك تزوجات شوف تزوجات اختك عنك 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 قدام عنك حشمان ولا لا بس لقيتي ولدي حشمان نعم والناس كي تجيو العروسه مضرب وانت تايا مضرب انا هريس شوف خواتم وتركب الخواتم عاد شوف تحضر في هذه اللحظه وتحضر احنا شدي وري خليك خلي ابي الفيديو يلا دابا وقت تركب الخواتم هذاك لا هذاك ترك هو ولا غير دير له دير له يلا دير له الخاتم دير سي لا لا يلا دير لها دير السبعه ماشي تما هنا جاي يا جاسينا محمد من الخاتم اقدي 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 وخليه انا العروس على رزقها وخليه هو يدير لك خليه هو يدير لك صافي وي سباليو 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 باي باي يا محمد باي باي كيفاش لا الله يعاون الله يعاون صافي تزوجات اختك انا عاوتاني شوفي نادا دابا وقت الحنه غديري الحنه للعروسه دايره ديريها للعروسه ديريها للعروسه انت نتي الوزيره انا دايره ها شوفي غنديروا لك شويه من هذه الحنه هنايا في يدك ولكن هذه راه كتحيد باش ما تخسرش لك هذا فهمتي خير حيت خصنا نديروا التقاليد كاملين بعدنا يلا دير لي اش السلام هاك يلا 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 جاينا جا سيدنا محمد الله معاك يلا يونس دابا سيمو 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 كيشجعك يونس الله السلام جاينا جا سيدنا محمد صافي وي وي ويلي ويلي كرفسنا هذا الشيء كامل ولكن جات معاك الحنه يوم جات زوينه جيتي غزال لالا وحنالي لالا العروسه بزال عالي حني الخوك حني الهيثم هيثم غايدير الحنه ما بغيتش هذه كتحيد ماشي مشكل سير غنشوف نشوف ديك الطبعه باش تزوج باش تزوج لا 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 واحد دار في وجهه دارت لي الحنه في وجهه وري وري هذا واشنو هذا واشنو حنا تيك الله يا دير دير انت دير ما تيقيتش فيك دابا هذا ابتسام شوف 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 فين درت هذيك ستوب هذا يتزوج من ودني وانا مشناكي انا زعما حني لي سيمو 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 دير لي جبيتو لا سمع عليك سمع سيمو ظريف عطاه الى طبعا تكسر طبعا حقاره هذا ابتسام ياك غير عصا كتحيد ما فيهاش الدنيا ما فيها والو كتحيد كتحيد ما تخافوش ما تخافوش المهم اخوتي وصلنا النهايه ديال الفيديو دابا صافي نخليو العروس العريسه فرحتهم غيره غيره يلا غيره اهم كاقيق النجم
ما كان غيتسطع. يلا دخلهم دخلهم صافي دخلهم يلا دخلهم بوحدهم الدرس ديالهم. باي باي يوسف يوسف يضحك دير بس خاطرك مكة. باي باي دير بس صافي ما كاين حد. يلا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك شاركوا في قناة فعلة باش يوصلكم جديد. يلا باي باي اخوتي.